يوم الثلاثاء الموافق 3/8/2021 تم استلام الدفعة الثالثة من لحوم صوف الأضاحي وقدرها 4 طن، فيكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف قنا 12 طن، والله المستعان. وصلت الآن إلى محافظة الإسكندرية الصيانة رقم 4 اليوم 3/8/2021، السيارة محملة بأربعة طن، يبقى إجمالي ما وصل محافظة الإسكندرية 16 طن. يوم الثلاثاء الموافق 3/8 تم استلام الدفعة الثالثة من لحوم أضاحي وزارة الأوقاف. يوم الثلاثاء 3/8/2021 وصول الدفعة الثانية من لحوم صفوف الأضاحي إلى مديرية أوقاف سوهاج كمية 4 أطنان. اليوم الثلاثاء الموافق 24 من ذي الحجة والموافق يوم إن شاء الله 3/8/2021 وصلنا الدفعة الثالثة من لحوم صفوف الأضاحي 4 طن، ليكون إجمالي ما تم وصوله لمحافظة الدقهلية 12 طن حتى تاريخه. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.